تتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات النيابية والبلدية 2018، وذلك تحت مظلة الإشراف القضائي الكامل لضمان نزاهتها وشفافيتها. وكانت صناديق الاقتراع قد أغلقت الساعة 8 مساء بتوقيت مملكة البحرين في كافة أنحاء البلاد، بعد أن أدلى الناخبون البحرينيون بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في المجلس النيابي والمجالس البلدية في دورتها الخامسة.